سياسي قوي جدا في السياق التركي، والجماعات الدينية في الحقيقة استمتعت بنفوذ قوي في تركيا على الأرجح منذ خمسينات القرن الماضي، ولكنهم كسبوا هذا النفوذ الكبير تحت حكم الحزب العدالة والتنمية التركي والذي تولى السلطة منذ عام 2002. فعبر العقدين الماضيين الجماعات الدينية المختلفة وسعت نفوذها ضمن المجتمع التركي وكذلك ضمن القضاء والجيش والبيروقراطية التركية، وهذا يعود أيضا لحقيقة أن حزب العدالة والتنمية هو في الحقيقة دخل في علاقة مصالح مشتركة مع هذه الجماعات، فالحزب يجند المرشحين السياسيين ويحصل على الدعم الكبير لمنظماته في المحافظات المختلفة، وحتى الموظفون يأتون من هذه الجماعات الدينية ويقدمون تبرعات كثيرة. أحزاب أخرى استفادت من هذه الجماعات الدينية، ولكن بات جليا بأن حزب العدالة والتنمية هو المستفيد الرئيسي، لأنه الحزب الذي يتولى السلطة وهو الذي يسيطر على الموارد العامة. ولهذا السبب فالعديد من الجماعات الدينية من مصلحتها أن تدعم الحزب الحاكم، وحتى الحزب أيضا يكسب الكثير من الفوائد لأنهم يقوم بإعادة توزيع الموارد والذي يحصل في أعلى مستويات البيروقراطية في تركيا. فالقوانين أو المنظمات الدينية لا تريد أن تفقد نفوذها لا الاقتصادي ولا حتى وصولها ونفاذها إلى القوى السياسية.